أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك يا شيخ. ما رأي فضيلتكم في من يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء وذلك للبرد أو أي شيء آخر، فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث البول أو الغائط فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال، وعليه أن يتخلى، أي أن يبول أو يتغوط، ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بضرر، ونعم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل، وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد، فليتيمم. وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعا للبول والغائط. وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين.